أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجري عليه السكون والحركة وكيف يجري عليه ما هو أجراه ويعود فيه ما هو أبداه ويحدث فيه ما هو أحدثه إذا لتفاوتت ذاته ولتجزأ كنهه ولم تنع من الأزل معناه ولكان له وراء إذ وجد له أمام وللتمس التمام إذ لزمه النقصان وإذا لقامت آية المصنوع فيه ولتحول دليلا بعد أن كان مدلولا عليه. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام. وصلنا إلى الأسطورة 26. أسطورة 26 ابن تيمية. نقطتان: أن يقول ابن تيمية الإسراء في النوم لا بالروح ولا بالجسد. الإسراء في النوم لا بالروح ولا بالجسد. تحت هذا العنوان في هذه الأسطورة عندي عدة مقاطع. مقطع أول: ولازلنا نقتبس من بحث بيان تلبيس التيمية. مقطع أول: قال القاضي أبو يعلى، قال القاضي وروى أبو بكر الخلال عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس: وهي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به. قال شيخ التيمية: وهذا الحديث صحيح رواه البخاري وغيره كما تقدم، لكنه لا يدل على رؤيا الرب، لكنه لا يدل على رؤيا الرب تعالى، ولهذا لم يذكره الخلال في أحاديث رؤية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربه، إنما ذكره قبل ذلك في أحاديث الإسراء. فإنه أي الخلال قال: تفريع ما ردت الجهمية الضلال من فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من فضائل ذكر الإسراء والرؤية وغير ذلك. أقول هنا وأكرر للتذكير وللتأكيد: القاضي من أئمة التوحيد الأسطوري، القاضي حنبلي أحمد ابن حنبل إمام المذهب الحنبلي إمام الحنابلة، الخلال أيضا حنبلي أيضا من أئمة التوحيد الأسطوري، وغير هؤلاء يذكرهم ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية. يطرح آراء أئمة المذهب الحنبلي أئمة التوحيد الأسطوري ويناقش هذه الآراء في مقام أو في الموارد التي يناقش فيها، ومرة يأتي برد في سياق الدليل في سياق البرهان في سياق الكلام، يأتي برد أي بقول من أقوال أئمة التوحيد الجسمي الأسطوري، يرد به مثلا على قول من الأقوال على قول من الأقوال الجهمية، وبعد هذا يقال بأنه لا يتبنى هذا. إذن لماذا أتى بهذا الرأي من أئمة التوحيد الأسطوري ورد به على الجهمية وهو لا يتبناه؟ هل المسألة كيفية؟ هل المسألة عشوائية؟ هل المسألة كما قلنا هي نطنطة هنا ونطنطة هناك؟ هذا أولا. والشيء الآخر: أنت الآن في بيان تلبيس الجهمية، أنت في مقام الرد على الجهمية أم في مقام الرد على أئمة التوحيد الأسطوري على أئمتك؟ تريد أن تثبت نفسك لأتباعك على أنك أعلم من باقي أئمة الحنابلة من باقي أئمة التوحيد الأسطوري في هذا المقام، وأنت في مقام الرد على الجهمية حتى أنه لا يعرف ما هو الغرض من كتابة هذا الكتاب إذا كان هو المؤلف، أما إذا كان الكتاب قد نسب إليه من قبل لجان قد شكلت فهذا بحث آخر. إذن الغرض من تأليف بيان تلبيس الجهمية هذا الغرض يجهله ابن تيمية وهو مؤلف الكتاب وهو ينسب إليه الكتاب.
يناقش آراء أئمة التوحيد الأسطوري، يناقش آراء أئمته في هذا الكتاب، وهو في مقام الرد على الجهمية، غرائب وعجائب مع ابن تيمية. لا ننسى ما هو المقطع الأول، قلنا القاضي تحدث عن أبي بكر الخلال عندما أتى برواية ابن عباس في قوله وما جعلنا الرؤيا، هذه قال فيها ابن عباس وهي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به. وقلنا قال ابن تيمية هذا الحديث صحيح رواه البخاري وغير البخاري، يقول لكنه لا يدل على رؤيا الرب تعالى، ولهذا لم يذكره الخلال في أحاديث رؤية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربه، إنما ذكره قبل ذلك في أحاديث الإسراء. فإنه أي الخلال قال تفريع ما ردت جهمية الضلال من فضاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من فضاء ذكر الإسراء والرؤية وغير ذلك. إذن قلنا عندنا تعليقات، التعليق الأول سجلناه قبل قليل، هذا تعليق أول، قلنا لماذا يناقش آراء أئمة الحنابلة وأئمة التوحيد الأسطوري وهو في مقام الرد على الجهمية؟ هل هذا هو مورد ومقام النقاش مع أئمتك يا تيمية؟ تعليق ثاني، أقول على فرض أن ما قاله تام، ما قاله ابن تيمية تام، لكن السؤال هنا هل أن الخلال في مقام ذكر كل ما يتعلق في مورد البحث من أحاديث وروايات، بحيث أنه لو لم يذكر حديثا ما أو رواية ما في مورد البحث فإنه لا يعتبرها من الأدلة في مقام البحث؟ هل يوجد عالم بهذه الخصوصية؟ هل يوجد باحث بهذه الخصوصية بأنه عندما يناقش مسألة معينة فكل ما يوجد من روايات وأحاديث يأتي بها في مقام البحث في هذه المسألة، وإذا لم يأتي بالرواية في هذا المقام فإذن هو لا يعتقد بأن هذه الرواية تدل على المطلوب؟ هل هذا صحيح؟ بحيث يستدل ابن تيمية هنا يقول ولهذا لم يذكره الخلال في أحاديث رؤية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربه، إنما ذكره قبل ذلك في أحاديث الإسراء. هل هذا يعني بأن الخلال ما دام لم يذكر هذه في أحاديث رؤية الرب فإذن هو يعتقد بأنها لا تدل على رؤية الرب؟ هل هذا استدلال؟ هل هذا بيان؟ هل هذا برهان؟ هل هذا كلام يصدر من عالم؟ هذا ثانيا، هذا التعليق الثاني. الثالث، أقول إلى هذا المستوى من الكلام فإن ابن تيمية يقر بصحة الحديث وأنه في ليلة أسري برسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام. طبعا القضية واضحة، لأن الحديث يقول وهي رؤيا عين أريها ليلة أسري به. إذن أقول إلى هذا المستوى من الكلام فإن ابن تيمية يقر بصحة الحديث وأنه في ليلة أسري برسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وبالرغم من أن كلام ابن عباس صريح وواضح في أنها رؤيا عين أو رؤية عين في الإسراء، لكن ابن تيمية ينكر رؤيا العين للرب. التفت جيدا، أقول وبالرغم من أن كلام ابن عباس صريح وواضح في أنها رؤيا عين في الإسراء، ابن عباس ماذا قال؟ قال هذا في تفسير الآية وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس، يقول ابن عباس وهي رؤيا عين أريها النبي ليلة أسري به. كلام واضح، كلام صريح، نص في المعنى، يقول وهي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به. إذن أقول ابن تيمية يقول بصحة الحديث وأنه في ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالرغم من أن كلام ابن عباس صريح وواضح في أنها رؤيا عين في الإسراء، لكن ابن تيمية ينكر رؤيا العين للرب، بمعنى أن ابن تيمية جاءنا بفتح آخر جديد. وهو ما هو الفتح؟ هذا صاحب الفتوحات. ما هو الفتح الجديد؟
وهو التفكيك وتحطيم سياق الآيات والأحاديث تحطيما باستخدام أغرب التأويل وأتفهه وأفحشه، حيث يزعم أن واقعة الإسراء التي حصلت في ليلة واحدة وبحدث واحد ولشخص الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، لكنها أي الكلام لابن تيمية، هذا المعنى الذي يظهر من تصرف ابن تيمية، من موقف ابن تيمية، من كلام ابن تيمية، أقول وهو تفكيك وتحطيم سياق الآيات والأحاديث تحطيمها باستخدام أغرب التأويل وأتفهه وأفحشه، حيث يزعم أن واقعة الإسراء التي حصلت في ليلة واحدة وبحدث واحد ولشخص الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، لكنها كانت مفصلة ومتجزئة، فبعضها كان رؤيا عين كما في قول ابن عباس أعلاه، بعضها كان رؤيا عين كما في قول ابن عباس أعلاه، وبعضها لم يكن رؤيا عين كما في رؤيا الرب. ولكن تيمية، التفت جيدا، إذن تيمية فصل هنا ماذا يقول؟ يقول هذا المقطع، المقطع من أين؟ من سورة الإسراء. كم حادثة إسراء عندنا؟ حادثة إسراء هذه التي حصلت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وحصل فيها عروج إلى السماء، هذه حادثة واحدة. نزلت سورة الإسراء، آيات في سورة الإسراء تخص هذه الحادثة، وهذه الرؤيا في حادثة وقعت في حادثة الإسراء، في هذه الحادثة، في حادثة الإسراء، وهي في سورة الإسراء. أي مقطع؟ هذا المقطع، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هذه أين حصلت؟ حصلت في الإسراء. ابن عباس يقول هي رؤيا عين، ابن تيمية ماذا يقول؟ هذه يسلم، كأنه يسلم هذه رؤيا عين، لكن يقول لا تدل على الرب. التفت جيدا، في الإسراء قد رأى النبي ربه، في الإسراء رأى النبي ربه. الآن جزء من حادثة الإسراء هي رؤيا عين، ويسلم ويقر ابن تيمية بأنها رؤيا عين حسب هذه الرواية عن ابن عباس، لكن لما يأتي إلى رؤيا الرب يقول ليست رؤيا عين. لاحظ، إذن ماذا عمل ابن تيمية؟ فكك حادثة الإسراء، بعض من حادثة الإسراء يقول هي رؤيا عين، والبعض الآخر هي في المنام. الآن يأتي بفتح آخر جديد يقول هي في المنام رؤيا عين، رؤيا عين في المنام، هذا شيء آخر يأتي نقاش له. المهم هو فصل في هذا، بعض حوادث الإسراء كانت رؤيا عين، وبالعين التي في الرأس وفي اليقظة، والبعض الآخر ليس كذلك. أقول ولكن تيمية لم يستقر على حال، فهل رؤيا الرب كانت في النوم أو في يقظة النوم أو في نوم اليقظة أو في رؤيا عين في النوم أو في رؤيا فؤاد في نوم أو في رؤيا فؤاد في يقظة أو كانت رؤيا عين في يقظة على أنها رؤيا عين في يقظة كما يقول أئمة التوحيد الأسطوري، أو يصر على الفتح الجديد وهو رؤيا عين في النوم، رؤيا عين في المنام. مقطع ثاني، ثم قال ابن تيمية، إذن دائما نقول وهذا أغرب ما قيل ويقال، دائما خذ هذا من ابن تيمية، هذا في المقطع الأول. مقطع ثاني قلنا، ثم مقطع ثاني، ثم قال ابن تيمية، ثم قال الخلال، ذكر الإسراء. أخبرنا المروذي قال قلت لأبي عبد الله، فحكي عن موسى عن عقبة أنه قال إن أحاديث الإسراء منام، فقال أبو عبد الله هذا كلام الجهمية، وجمع أبو عبد الله أحاديث الإسراء وعطانيها وقال منام الأنبياء وحي، وقرأ قال منام الأنبياء وحي، منام الأنبياء وحي، وقرأ عليه سفيان قال
عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، وقال وأخبرني حمدويه الهمداني حدثنا محمد عن يعقوب قال سألت يعني أبا عبد الله عن المعراج فقال أبو عبد الله رؤيا الأنبياء وحي. قال وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم، قال حنبل سمعت أبا عبد الله وسألته فقال الجنة والنار قد خلقتا، وفي هذا حجة أن رؤيا الأنبياء في الأحلام رأي العين وليس حلمهم كسائر الأحلام. أقول عجائب وغرائب تجدها عند أئمة التوحيد الجسمي، ومع ذلك فإننا نحترم آراءه وآراءهم واختياراتهم وعقائدهم ونناقشها بنقاش علمي نظري لا تكفير فيه ولا سفك دماء ولا انتهاك أعراض ولا سلب أموال. فلا عداء لنا مع أحد، وكل منا يأخذ جزاءه عند الحكم العدل سبحانه وتعالى، لكننا نبحث ونحاور ونناقش ونستدل من أجل تصحيح الفكر والمعتقد كي نبرئ ذمتنا أمام الله تعالى ونرجو رضاه وثوابه وجنته سبحانه وتعالى. فلماذا أنتم يا تيمية دائما أسلوبكم العنف والإرهاب والتكفير وانتهاك الحرمات؟ هذا أولا. ثانيا أقول فمن غرائبهم وعجائبهم عندهم قاعدة وأصل تيمي مفاده أن كل من يقول أن أحاديث الإسراء منام فهو جهمي، كما قال تيمية قبل قليل قرأنا قال تيمية المروذي قال قلت لأبي عبد الله فحكي عن موسى عن عقبة أنه قال أن أحاديث الإسراء منام، فقال أبو عبد الله هذا كلام الجهمية. إذن عندهم كل من يقول بأن حديث الإسراء منام فهو جهمي، انتهينا من هذا. ثالثا أقول لكن سرعان ما تبين أنهم جهمية، لكن سرعان ما تبين أنهم جهمية، فهم يقولون بأن أحاديث الإسراء منام. كيف؟ قالوا وجمع أبو عبد الله أحاديث الإسراء وأعطانيها وقال منام الأنبياء وحي. أنا اقتطعت العبارات التي أحتاجها هنا، لاحظ قالوا وجمع أبو عبد الله أحاديث الإسراء وأعطانيها وقال، ماذا قال أبو عبد الله؟ قال منام الأنبياء وحي. يقول عبيد بن عمير رؤيا الأنبياء وحي. قال يعقوب بن يختان سألت أبا عبد الله عن المعراج قال أبو عبد الله رؤيا الأنبياء وحي. قال حنبل سمعت أبا عبد الله وسألته فقال الجنة والنار قد خلقتا، وفي هذا حجة على أن رؤيا الأنبياء في الأحلام رأي العين وليس حلمهم كسائر الأحلام. فهاهم التيمية فهاهم لا ينفون رؤيا المنام بل يؤكدون على أنها رؤيا منام، ويشيرون إلى أن منام رؤيا الأنبياء وحي. التفت جيدا إلى العبارة التي قرأناها، قال وجمع أبو عبد الله حادث الإسراء وعطانيها وقال يقول بأنها منام، فقال منام الأنبياء وحي. بعد هذا قال عبيد رؤيا الأنبياء وحي. قال يعقوب سألت أبا عبد الله عن المعراج فقال رؤيا الأنبياء وحي. قال حنبل سمعت أبا عبد الله وسألته فقال الجنة والنار قد خلقتا، إلى أن يقول رؤيا الأنبياء في الأحلام رأي العين وليس حلمهم كسائر الأحلام. إذن أيضا رؤيا الأنبياء أين؟ في الأحلام رأي العين وليس حلمهم. إذن كلام أين؟ عن المنام عن الحلم وليس حلمهم كسائر الأحلام. أقول إذن فهاهم لا ينفون رؤيا المنام بل يؤكدون على أنها رؤيا منام، ويشيرون إلى أن منام ورؤيا الأنبياء وحي،
وأن رؤيا الأنبياء رأي عين، وأن أحلام الأنبياء رأي عين وليس كسائر الأحلام. إذن هم يقرون بأنها أحلام بأنها منام، نعم يقرون، إذن هم جهمية. وأما التقييد بأن رؤياهم محي ورأي عين فهو تقييد لا ينفيه الجهمية أو لا ينفيه كل الجهمية. هذا التقييد بأن رؤياهم محي أو بأن رؤياهم رؤيا عين أو رأي عين، فهذا تقييد لا ينفيه الجهمية، أو على الأقل نقول لا ينفيه كل الجهمية. فاتضح أن التلمية جهمية، وعليه يكون التلمية أولى قطعا في أن ينزل عليهم الحكم والقصاص الذي أرعبوا وأرهبوا به الجهمية من المسلمين وأهل القبلة. مقطع ثالث. ثم قال ابن تيمية: قال الخلال عن ابن عباس: إني رأيت 11 كوكبا. قال ابن عباس: كانت الرؤيا فيهم وحيا. قال ابن عباس: كانت رؤيا وحيا. عن ابن عباس في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس، قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسرية به. قال ابن تيمية: وذكر الخلال لهذا مع هذه الأحاديث قد يقال إنما ذكره لقول أحمد: رؤيا الأنبياء في الأحلام رأي عين وليس حلمهم كسائر الأحلام، وإن قوله رأي عين لا ينفي أن يكون في المنام، لأن في الصحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا كان لا يتوضأ إذا نام. التفت جيدا. الآن كما قلنا ونكرر بأنه أنت يا تيمية لماذا تأتي بآراء الحنابلة بآراء أمة التوحيد الأسطوري هنا وتناقشها، وأنت في مقام الرد على الجهمية؟ ما علاقة الجهمية بهذا الكلام؟ اجعل لك بحثا مستقلا وناقش أئمة التيمية، ناقش أئمة الحنابلة، ناقش أئمة التوحيد الأسطوري. لا علاقة لنا بك ولا علاقة للجهمية بك، لماذا تخلط الأمور؟ هذا دائما نكرر هذا الكلام. أما أن تأتي هنا وتأتي بكلام وقول أئمة التوحيد الأسطوري لأئمة التيمية وترد به على الجهمية، وبعد هذا يأتي الجهال من أتباعك يقولون هو لا يتبنى هذا، يقول قد يقال وربما يقال ويرد عليه بهذا القول، أو يأتي عليه ما قاله فلان، ما قاله القاضي، ما قاله الخلال، ما قاله أحمد، وهو لا يتبنى هذا، وإنما هو في مقام الرد على الجهمي. إذن لماذا أتى بذاك الرأي؟ لماذا أتى برأي التنين الرد على الجهمي وهو لا يتبناه، وهو لم يصرح بأنه لا يتبناه، وهو لم يأتي بالبديل ولم يكمل النظرية ولم يأتي بالقول ولم يذكر رأيه في المقام؟ إذن هل يترك المسألة اختيارية؟ كل شخص يختار ما يريد، يعمل قرعة بين ما ذكره التيمي من أقوال، فعلى من تقع القرعة من الأقوال فهو هذا قول تيمية؟ ما هذه الخزعبلات؟ ما هذه الأساطير الفكاهية المدمرة؟ التفت جيدا. الآن يقول: وذكر الخلال لهذا مع هذه الأحاديث. التفت يقول: قد يقال إنما ذكره لقول أحمد، يريد أن يقلل هذا. قد يقال، نعم، وماذا عندك بعد هذا؟ يدافع عن هذا القول. لاحظ، يقول قد يقال وبعد هذا يدافع. التفت جيدا. يقول: قد يقال إنما ذكره لقول أحمد رؤيا الأنبياء في الأحلام رأي عين وليس حلمهم كسائر الأحلام، وإن، لاحظ، يدافع عن هذا، يقول: وإن قوله رأي عين لا ينفي أن يكون في المنام، أي قول أحمد، وإن قول أحمد. لماذا قال لقول أحمد رؤيا الأنبياء في الأحلام رأي عين؟ يقول: وإن قوله، أي قول أحمد، رأي عين لا ينفي أن يكون في المنام، لأن في الصحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا كان لا يتوضأ إذا نام. مر علينا هذا الحديث سابقا. أقول: أولا، هنا يؤكد ابن تيمية أن الخلال يقول بأن الرؤيا هي رؤيا عين،
ولهذا أتى برواية ابن عباس هي رؤيا عين أريها النبي ليلة أسري به. ثانيا، ثم يؤكد مبنى الخلال بتبريره بالقول أن الخلال اعتمد في ذلك على قول أحمد بأن الرؤيا هي رؤيا عين. إذن هنا يؤكد بأن الخلال يقول بأنها رؤيا عين، وأتى يعني تبرع عليه بأنه ربما اعتمد على قول أحمد بأن الرؤيا رؤيا عين. إذن يؤكد هذا الكلام. إذن الخطوة الثانية يقول ثم يؤكد مبنى الخلال بتبريره بالقول أن الخلال اعتمد في ذلك على قول أحمد بأن الرؤيا هي رؤيا عين. قال ابن تيمية وذكر الخلال لهذا مع هذه الأحاديث قد يقال إنما ذكره لقول أحمد رؤيا الأنبياء في الأحلام رأي عين وليس حلمهم كسائر الأحلام. ثالثا، أقول بعد التأكيد على مبنى أحمد في أنها رؤيا عين وكذلك مبنى الخلال بأنها رؤيا عين وأنها وحي، وظاهر المعنى أنها رؤيا خارجية ووحي خارجي وليس في كلامهما ما يدل على خلاف هذا. هذه خطوة أخرى. إذن أقول بعد التأكيد على مبنى أحمد في أنها رؤيا عين وكذلك مبنى الخلال بأنها رؤيا عين وأنها وحي، وظاهر المعنى أنها رؤيا خارجية ووحي خارجي كما هو معتاد وكما هو منسبق إلى الذهن من معنى، وليس في كلامهما ما يدل على خلاف ذلك. خطوة أخرى. رابعا، أقول هنا تدليس فاحش، فقول أحمد رؤيا الأنبياء في الأحلام رأي عين وليس حلمهم كسائر الأحلام، أقول لا ارتباط له، هذا قول أحمد لا ارتباط له بمورد الكلام مورد استشهاد الخلال بقول ابن عباس على رؤيا العين. التفت جيدا إلى هذه النقطة. أقول هنا تدليس فاحش، فقول أحمد رؤيا الأنبياء في الأحلام رأي عين وليس حلمهم كسائر الأحلام، أقول لا ارتباط له بمورد الكلام مورد استشهاد الخلال بقول ابن عباس على رؤيا العين. التفت ابن عباس ماذا يريد أن يفسر؟ يقول في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، ابن عباس يقول هذه الرؤيا المذكورة هنا في القرآن هي رؤيا عين. يعني ابن عباس لا يقول بأنه هذا منام هذا حلم، وحلم الأنبياء ومنام الأنبياء هو رأي عين، لا ليس هذا، وإنما يقول هذه الرؤيا هي رؤيا عين، هذه ليست رؤيا منامية، هذا ليس نوم هذا ليس منام، هذه رؤيا عين. التفت جيدا. إذن عندما يتحدث ابن عباس على أن هذه الرؤيا هي رؤيا عين ليست رؤيا منام، ورؤيا المنام هي رؤيا عين، وإنما يقول هذه الرؤيا هي رؤيا عين، رؤيا عين خارجية، رؤيا العين التي في الرأس. إذن ما علاقة هذا بقول أحمد يقول رؤيا الأنبياء في الأحلام رأي عين؟ ما علاقة هذا بهذا؟ قول أحمد يتحدث عن الأحلام، يتحدث عن المنام، يتحدث عن النوم والرؤيا في النوم والرؤيا في المنام والرؤيا في الأحلام، يقول هذه رأي عين. وابن عباس يتحدث في موضوع آخر يقول الرؤيا التي ذكرت في القرآن هي رؤيا عين، هي مشاهدة خارجية. واضح المسألة؟ إذن أقول رابعا هنا تدليس فاحش، فقول أحمد رؤيا الأنبياء في الأحلام رأي عين وليس حلمهم كسائر الأحلام لا ارتباط له بمورد الكلام مورد استشهاد الخلال بقول ابن عباس على رؤيا العين وليس الرؤيا في المنام، بل إن قول ومبنى أحمد، لاحظ التفت جيدا، نقول بل إن قول ومبنى أحمد في رؤيا العين ثابت جزما، فإن أحمد نفسه يستدل عليه بحديث ابن عباس نفسه، بنفس حديث ابن عباس يستدل أحمد على رؤيا العين. التفت جيدا، أقول بل إن قول أحمد إن قول ومبنى أحمد يطابق قول الخلال، يطابق قول ابن عباس، بل هو يستدل على رؤيا العين بقول ابن عباس، بل إن قول ابن أحمد في رؤيا العين ثابت جزما، فإن أحمد
نفسه يستدل على رؤية العين بحديث ابن عباس نفسه، بنفس حديث ابن عباس. أليف وباء وجيم. أليف، أقول لقد ذكر الخلال في كتاب السنة رأي الإمام أحمد، كذلك أشار إليه وبكل وضوح ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري. ماذا قال ابن حجر العسقلاني؟ قال: وممن أثبت الرؤية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم من؟ يقول الإمام أحمد. ابن حجر يقول: يقول وممن أثبت الرؤية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم الإمام أحمد. فروى الخلال، من الذي يقول هذا؟ ابن حجر يقول: فروى الخلال في كتاب السنة عن المروزي، قلت لأحمد أنهم يقولون أن عائشة رضي الله عنها، يقولون أن عائشة قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. مر علينا هذا الحديث. يقولون أن عائشة قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فبأي شيء يدفع قولها؟ قال أحمد، التفت إلى رأي أحمد، قال أحمد: بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ربي، وانتهى الأمر. التفت، لاحظ، يقول قال أحمد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ربي. هل الآن أحمد يقول، هل قال أحمد بأنه رأيت ربي؟ هذا مطلق، والمطلق يدل على أكثر من معنى، أو يدل فيه احتمال، يدل على محتمل، وما يحتمله هذا لا يوافق أو ممكن أنه يخالف ما يدل عليه وما يحتمل به أو ما يحتمله المطلق، ليس شرطا أن يطابق ما يدل عليه أو هو غير ما يدل عليه مثل ما قال، لكن فرق بين ما يحتمله اللفظ وبين ما يدل عليه. وكان أيضا كان عبارة عن فتح من فتوحات ابن تيمية. إذن لم يذكر أحمد هذا، استدل بهذا القول، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي، انتهى الأمر. لاحظ، قال أحمد ما لا تحتاج، فقال بأي شيء يدفع قول السيدة عائشة؟ كيف نجيب على قول السيدة عائشة؟ قال أحمد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيت ربي. يكمل أحمد يقول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكبر من قولها، انتهى الأمر. إذن أحمد يصر على رؤية العين وانتهى. باء في مسند أحمد الجزء الثالث تسلسل 300 و500 عن عكرمة عن ابن عباس يقول: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال شيء أريه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة. هذا من يقول؟ مسند أحمد. يقول أحمد في مسنده قال شيء أريه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة. عن من ينقل هذا القول؟ عن ابن عباس. ابن عباس يقول ما هو معنى وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس؟ يقول قال شيء أريه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة، رآه بعينه حين ذهب به إلى بيت المقدس. إذن في أي رحلة؟ في رحلة الإسراء. جيم في الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني لأحمد الساعاتي، قال باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس عن أكرم عن ابن عباس في قوله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال من؟ ابن عباس. قال هي رؤيا عين رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به. وعنه لا زال الكلام في الفتح الرباني، يقول عنه أي عن أكرمة من طريق ثاني، قال كان ابن عباس يقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال ابن عباس شيء أريه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة، رآه بعينه حين ذهب به إلى بيت المقدس. خامسا، خطوة خامسة، أقول لاحظ مستوى التدليس الخطير الذي يغرر به الجهال وفاقدي العقول، فهو
يترك كليا ما يقوله ويختاره ويبني عليه الإمام أحمد في نفس مورد البحث. لاحظ أحمد في نفس المورد، في نفس تفسير هذه الآية، في نفس تفسير لما جعلنا الرؤية التي رأيناها كلا فتنة للناس، يقول أحمد رؤيا عين، وهو يترك كل هذا ويأتي بقول عن أحمد لا علاقة له بالموضوع من أجل التدليس. أقول لاحظ مستوى التدليس الخطير الذي يغرر به الجهال، ويغرر به الجهال الذي يغرر به الجهال وفاقد العقول، فهو يترك كليا ما يقوله ويختاره ويبني، يترك كليا ما يقوله ويختاره ويبني عليه الإمام أحمد في نفس مورد البحث، ويأتي بعبارة بعيدة عن مطلب البحث وغريبة عنه، ويوحي للجهال أنها ضمن الاستدلال، بل أنها الدليل والحجة والبرهان. مقطع رابع، قال ابن تيمية في نفس المصدر في نفس المقام، قال ابن تيمية في بيان تبيس الجهمية، قال ابن تيمية: وذكر الخلال لهذا مع هذه الأحاديث قد يقال إنما ذكره لقول أحمد رؤيا الأنبياء في الأحلام رأي عين وليس حلمهم كسائر الأحلام، وأن قوله أي أحمد وأن قول أحمد وأن قوله رأي عين لا ينفي أن يكون في المنام، لأن في الصحيح عن ابن عباس عن النبي تنام، عن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا كان لا يتوضأ إذا نام. أقول من أغرب الغرائب وأعجب العجائب وأجهل الجهل ما قاله هنا ابن تيمية. لماذا؟ التفت جيدا، عندي خطوة أولى وثانية وثالثة. خطوة أولى، فإنه بعد أن أتى بقول الإمام أحمد الذي لا علاقة له بمورد الكلام وكما بيناها أعلاه، فإنه تحدث عن أن قول أحمد رأي العين لا ينفي أن يكون في المنام، يعني قول أحمد عندما يقول رأي عين لا ينفي أن يكون في المنام، وأشرنا إلى هذا وأشرنا كيف أحمد يستظهر المعاني بصورة طبيعية دون تأويل كما يفعل ابن تيمية. وقد غفل ابن تيمية عن كون كلام الإمام أحمد هو أصلا كلام الإمام أحمد هو في المنام في الأحلام في المنام في الأحلام، فما معنى أن يقول تيمية وإن قوله رأي عين لا ينفي أن يكون في المنام، فأصل كلام أحمد عن الأحلام والمنام، فأي منافات للمنام يا تيمية تريد أن تدفعها؟ ماذا قال أحمد؟ أحمد تحدث قال رؤيا الأنبياء في الأحلام، إذن يتحدث أحمد عن رؤيا خارجية، عن رؤيا البصر، عن رؤيا العين التي في الرأس، أم يتحدث عن المنام، عن رؤيا في المنام أو عن الأحلام والرؤيا في المنام؟ لاحظ أحمد ماذا يقول، يقول رؤيا الأنبياء في الأحلام رأي عين، ويؤكد بعد هذا يقول وليس حلمهم كسائر الأحلام، إذا يتحدث عن الأحلام يتحدث عن الرؤى في المنام. يا تيمية أين أنت من هذه المعاني ومن هذه البديهيات؟ فأصل كلام أحمد عن الأحلام والمنام، فأي منافات للمنام يا تيمية تريد أن تدفعها؟ خطوة ثانية، لكن عنده شيء ويكاد المريب يقول خذوني، إنه يعلم ويتيقن أن القول الذي نقله لا يتضمن رأي أحمد في مسألة رؤية العين في اليقظة، ويعلم يقينا أن رأي ابن حنبل ثابت جزما في رؤية العين في اليقظة، فهو أي ابن تيمية يحوم حول هذه المسألة، فهو أي ابن تيمية يحوم حول هذه، فأوقع نفسه في فخ أراد إيقاع الآخرين فيه فصار في مأزق. خطوة ثالثة، نعم لقد وقع في ورطة وضيق وشدة كما بينا لكم قبل قليل، وكما بينا لكم قبل قليل رأي أحمد في رؤيا العين وفي اليقظة المخالف لرأي تيمية وما يبني عليه ويختاره، فحاول الخروج أي ابن تيمية، فحاول تيمية الخروج من مأزقه بتأويل وتوجيه كلام ابن حنبل مستدلا على تأويله بالصحيح الوارد عن ابن عباس
حيث قال ابن تيمية: وإن قوله أي قول أحمد رأي عين لا ينفي أن يكون في المنام، لأن في الصحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا كان لا يتوضأ إذا نام. فهو يريد أن يثبت رأي عين، فإذا به يأتي بما يدل على خلاف ما يريد. الآن هو لماذا أتى بهذا؟ أراد أن يثبت رأي العين، أراد أن يثبت بين قوسين رأي عين، فإذا به يأتي بما يدل على خلاف ما يريد. فأتى بما يدل على أي شيء؟ بما يدل على تنام عينه. التفت مولا بأي شيء يستدل؟ يقول: لأن في الصحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: تنام عينه ولا ينام قلبه. إذا عينه هنا يوجد رأي عين، أن هنا نامت العين، تنام العين. فهو يريد أن يثبت رأي العين، رأي عين، فإذا به يأتي بما يدل على خلاف ما يريد. فأتى بما يدل على تنام عينه، بين قوسين على تنام عينه، أي على نوم العين وعدم تحقق رأي العين. فقال: لأن عن النبي صلى الله عليه وسلم: تنام عيناه ولا ينام قلبه. التفت جيدا وتذكر جيدا: تنام عيناه ولا ينام قلبه، تنام عيناه ولا ينام قلبه. ومن هذا يريد إثبات رأي العين. خذوا فتوحات أسطورية من ابن تيمية. وما عندنا، نكرر، ما عندنا، ليس عندنا أي مشكلة، فإننا نحترم رأيه واختياره ووجهة نظره، ونناقشه علميا نظريا، ونطلب منه ومن أتباعه أن يتأدبوا بأدب الإسلام ورسالة الإسلام ونبي الإسلام عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام، بدون إرهاب ولا سفك دماء ولا انتهاك أعراض وسلب أموال. أسطورة 27: الحنبلي يثبت ومذهب التيمية ينفي. الحنبلي يثبت، المذهب الحنبلي، أحمد بن حنبل، الحنابلة، أئمة الحنابلة يثبتون ومذهب التيمية ينفي. إذن الأسطورة 27: الحنبلي يثبت ومذهب التيمية ينفي. أولا، هنا خطوات أو خطوات، هنا خطوات أليف، خطوة أليف وباء وجيم إلى آخره. أليف: اتضح لنا يقينا أن أئمة الحنابلة ابن حنبل والخلال والقاضي، اتضح لنا يقينا أن أئمة الحنابلة ابن حنبل والخلال والقاضي أبا يعلى وغيرهم يقولون برؤية العين ويؤكدونها ويصرون عليها، وقد دافعوا عنها وحاولوا إثباتها بكل الطرق، حتى الملتوية وحتى التي فيها أغرب التأويلات المخالفة للغة والعرف والعقل والشرع، والتي ما أنزل الله بها من سلطان. خطوة باء: هل نتوقع أن ابن تيمية خالف ابن حنبل والحنابلة في ذلك فجاء بمذهب جديد؟ جيم: هل التيمية المدافعون المستميتون عن ابن تيمية وما نسب إليه يرتبطون بابن تيمية على أساس أنه إمام مذهب جديد يختلف عن مذهب الحنابلة؟ دال: وإلا فلماذا نجد منهم الجهل والعناد بالإصرار على رفض رؤية العين وإظهار ابن تيمية مخالفا للحنابلة وأئمتهم؟ ها، إن الجهال مارقة العقل يستحقون عنوان التيمية بامتياز، فهم لا علاقة لهم بالإمام ابن حنبل ولا بالمذهب الحنبلي، بل لا علاقة لهم حتى بابن تيمية، فإنهم عن عناد وجهل وتدليس قد نسبوا للشيخ تيمية ما لا يقوله وما لا يعتقده، فدلسوا عليه وافتروا عليه، فأسسوا مذهبا جديدا هو المذهب التيمي الأسطوري الخرافي التكفيري القاتل. فهل يوافقهم شيخهم تيمية على ذلك؟ وهل منهجه الضبابي العشوائي الحشوي يستلزم هذه النتائج المهلكة القاتلة؟ وهل كان يعي ما يفعل ويقصد الوصول إلى ما وصل إليه أتباع التيمية أتباعه؟ واو،
مر علينا أكثر من مورد، وسنذكر هنا عدة موارد تشير وبكل وضوح إلى أن ابن تيمية يوافق ابن حنبل وباقي الحنابلة في رؤية العين، بل نجده أكثر إصرارا على إثبات رؤية العين. زاي مثلا في كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، فإن الشيخ تيمية في مقام بيان وبرهان للرد على الجهمية وأئمتهم، فنجده يأتي بآراء أئمته الحنابلة في معرض الكلام والرد والبرهان، ولم يطعن بها ولم يرددها، بل يعمل على إثباتها بطرق إضافية وتأويلات جديدة خرافية، حتى جمع بين النوم الحقيقي واليقظة الحقيقية، جمع بين النوم الحقيقي واليقظة الحقيقية في شخص واحد ووقت واحد ومكان واحد وجهة واحدة، فجمع بين المتناقضات من أجل الدفاع عن أقوال وآراء أمته. ح إضافة لذلك، فإنه في بعض الموارد لما يجي الثغرة وضعف في قول إمام حنبلي، فإنه يسارع في الرد عليه أو تأويل، أو يسارع في تأويل أو تأويل وتوجيه كلامه في نفس المورد، فيأتي تيمية بتوجيه للكلام أو بتأويل أو بقول جديد يعتقد بصحته. يا بعد أن اتضح أن ابن تيمية في مقام بيان تمام مراده، يا بعد أن اتضح أن ابن تيمية في مقام بيان تمام مراده ومقصده وبرهانه ودليله ومبناه ورده على الجهمية، فإنه ليس من المتصور جدا أن يأتي إنسان يمتلك ذرة من العقل يقول أن ابن تيمية لا يقول بهذا القول والرأي أو ذاك، وأنه أتى برأي ابن حنبل أو القاضي أو الخلال أو غيرهم من أئمته، وأنه لا يتبناه، وهو رأيهم وليس رأيه، لا يوجد عقل يقول بهذا. كاف أقول يا عقول فارغة، هل ابن تيمية في مقام الرد على الحنابلة أو على الجهمية؟ ولماذا يأتي بآراء الإمام ابن حنبل وأئمة الحنابلة وهو لا يتبناها؟ وهل أنه يأتي بآراء الحنابلة وملأ بها الكتاب على نحو اللهو والنزهة واستعراض العضلات، فلا هو يؤيدها ويبني عليها ولا هو يرفضها ويرد عليها، فلماذا إذن أتى بها؟ وهل أن شيخ التيمية جاهل لا رأي له أصلا وليس عنده إلا التقليد والإتيان بأقوال أئمة الحنابلة للرد على الآخرين، وهو لا رأي له فيها أصلا؟ أقول وهنا الغباء الشديد وفقدان العقل الكلي، فإذا كان يرفض أقوال غير الحنابلة ورد عليها بأقوال الحنابلة، وهو في نفس الوقت لا يتبنى أقوال الحنابلة التي ذكرها، وكذلك لم يعطي رأيه ولا الأقوال التي يتبناها، فهل أنتم مجانين أو أغبياء تصدقون بمثل هذه التفاهات والخزعبلات؟ لام سؤال واضح الجواب، هل الشيخ تيمية فعلا يخالف الحنابلة فأتى بمذهب جديد؟ والعجب كل العجب إصرار التيمية على إنكار مطابقة شيخهم تيمية لأئمته، علما أن المطابقة ثابتة جزما ولا ينكرها جاهل فضلا عن غيره، كما اتضح ذلك لكم جميعا، ومنها المطابقة فيما يخص رؤية العين. هذا أولا. ثانيا، في مقدمة بيان تلبيس الجهمية قال ابن تيمية: أما بعد، فإني كنت سئلت من مدة طويلة بعيد سنة 90 و600 عن الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله في فتية قدمت من حماة، فأحلت السائل على غيري فذكر أنهم يريدون الجواب مني لابد، فكتبت الجواب في قعدة بين الظهر والعصر، وذكرت فيه مذهب السلف والأئمة والمبني على الكتاب والسنة. لاحظ هو الذي يقول ذكرت فيه مذهب السلف والأئمة والمبني على الكتاب والسنة، إذن ما ذكره هو مبني على الكتاب والسنة،
الذي أتى به ولم يرد عليه ولم يأتي بقول بديل عنه. إذن هذا هو المبني على الكتاب والسنة حسب اعتقاد ابن تيمية. يا جهلة المطابق، يقول المبني على الكتاب والسنة المطابق لفطرة الله التي فطر الناس عليها، ولما يعلم بالأدلة العقلية التي لا تغليظ فيها، وبينت ما يجب من مخالفة الجهمية المعطلة ومن قابلهم من المشبهة الممثلة. يقول وأوصل إلي بعض الناس مصنفا لأفضل القضاة المعارضين، وفيه أنواع من الأسئلة والمعارضات، فكتبت جواب ذلك وبسطته في مجلدات. وأجل من يعتمدون كلامه هو أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي إمام هؤلاء المتأخرين، فاقتضى ذلك أن أتم الجواب عن الاعتراضات المصرية الواردة على الفتية الحموية بالكلام على ما ذكره أبو عبد الله الرازي في كتابه الملقب بتأسيس التقديس، ليتبين الفرق بين البيان والتلبيس. إذن تأسيس التقديس هذا كتاب للرازي، هو يرد على تأسيس التقديس على كتاب الرازي، يقول ليتبين الفرق بين البيان والتلبيس، ويحصل بذلك تخليص التلبيس، ويعرف فصل الخطاب فيما في هذا الباب، ويعرف فصل الخطاب فيما في هذا الباب من أصول الكلام التي كثر بسببها بين الأمة النزاع والخصام، حتى دخلوا فيما نهوا عنه من الاختلاف في الكتاب والقول على الله بغير علم، بغير علم الخطأ من الصواب، والقول على الله بغير علم الخطأ من الصواب، بل في أنواع الشك بغير بيان من الله ولا دليل، ودخلوا فيما يخالف النصوص من البراهين العقلية المعارضة. يقول وإذا حققت القضايا العقلية الصريحة ظهر دلالتها على فساد ما عارضوا به النصوص الصحيحة، التي التبست على كثير ووقع بها التلبيس. وأنا أذكر ما ذكره أبو عبد الله الرازي من مذاهب أهل النفي والتعطيل، وما السبب الذي ظل به عن السبيل لتقام المناظرة مقام عدل وإنصاف، وإن كان المخالف من أهل الجهل والانحراف. فلهذا ذكرت ما ذكره أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي المعروف ابن خطيب الري أو الري، الإمام المطلق في اصطلاح المقتدين به من أهل الفلسفة والكلام، المقدم عندهم على من تقدمه من صنفه في الأنام، القائم عندهم بتجديد الإسلام حتى قد يجعلونه في زمنه ثاني الصديق في هذا المقام، لما رده في ظنهم من أقاويل الفلاسفة بالحجج العظام والمعتزلة ونحوهم، ويقولون أن الرازي أتى في ذلك من نهاية العقول والمطالب العالية بما يعجز عنه غيره من ذوي الإقدام، حتى كان فهم ما يقوله عندهم هو غاية المرام. هذا مقطع طويل، اقتبست هذا من كتاب تلبيس الجهمية. أقول هذا كلام ابن تيمية عن كتابه والغرض من تأليفه والمنهج الذي يسلكه في البحث والنتيجة المرجوة من الكتاب من قطع النزاع بكشف تلبيس الجهمية وأبطال بدعهم الكلامية، وبجواب مبسط كما هو يقول بين واضح ذكر فيه مذهب السلف والأئمة المبني على الكتاب والسنة المطابق لفطرة الله التي فطر الناس عليها، ولما يعلم بالأدلة القطعية التي لا تغليظ فيها. فأي مغالطة تأتون بها يا تيمية؟ تتخلون وتتبرؤون من أقوال وآراء أمتكم الحنابلة وتدعون زيفا أن شيخكم تيمية لا يقول بها، لا يقول بما قالوا، أو تدعون قولا
ورأيا مخالفا للحنابلة تنسبونه إلى ابن تيمية، فبئس ما تصنعون. ثالثا نرجع إلى بيان تلبيس الجهمية، نرجع إلى بيان تلبيس الجهمية في مورد كلام ابن تيمية وإلى مورد كلام ابن تيمية، نرجع إلى بيان تلبيس الجهمية إلى مورد كلام ابن تيمية وطرحه ومناقشته للقاضي ورأيه في ثبوت رؤية العين، وأنه لا يختلف معه في ثبوت رؤية العين ولكن يختلف معه في بعض طرق إثبات ذلك. ويكمل ابن تيمية كلامه بالقول: ثم قال القاضي: وما رويناه عن ابن عباس أولى مما روي عن عائشة، لأن قول ابن عباس يطابق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت رؤيته تلك الليلة، ولأنه مثبت والمثبت أولى من النافي، ولا يجوز أن يثبت ابن عباس ذلك إلا عن توقيف إذ لا مجال للقياس في ذلك. هذا كلام القاضي الذي نقله ابن تيمية. القاضي يرجح قول ابن عباس على قول السيدة عائشة. ابن تيمية يقول: أما ترجيحه وترجيح القاضي قول ابن عباس بأنه مثبت وبأن ذلك لا يقال إلا عن توقيف، يعني ليس بالقياس وإنما لوجود رواية لوجود دليل، وبأن ذلك لا يقال إلا عن توقيف، فهو من الترجيح القديم الذي يحتج به أو يحتج به مثبت رؤية محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الأئمة وسائر أهل الحديث. ولا ريب أن المثبت أولى من النافي، إذن يؤيد هنا قول القاضي، يقول: ولا ريب أن المثبت أولى من النافي فيما كان من باب الرواية، كما قدم الناس رواية بلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في البيت على قول أسامة أنه لم يصلي، وقد قالوا هذا لا يقال بالقياس وإنما يقال بالتوقيف، فيكون من باب الرواية. الآن يقول: لكن قد يقال، لا تحدث عن المثبت، الآن يقول: لكن قد يقال، ونفي ذلك أيضا لا يؤخذ بالقياس وإنما يقال بالتوقيف، فإن كون رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه وقعت أو لم تقع هو من الأخبار التي لا تعلم بمجرد القياس، وعائشة رضي الله عنها لما نفت ذلك لم تستند مع استعظام ذلك أن تكون في الدنيا إلا إلى ما تأولت من الآيتين. وابن عباس ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: وقد رآه نزلة أخرى، فكلامه أيضا كان في تأويل القرآن. إذن مرة يقول نرجح المثبت على النافي، ومرة أخرى يقال بأن النافي والمنفي، ومن أتى بالنفي أيضا لم يأتي بالنفي على أساس القياس وليس بمجرد القياس، وإنما اعتمد على دليل، اعتمد على تأويل آية وتأويل آيتين، وابن عباس أيضا اعتمد، المثبت أيضا اعتمد على تأويل آيتين أو تأويل آية في القرآن، هذا اعتمد على تأويل وهذا اعتمد على تأويل. ويكمل أيضا ابن تيمية في نقاش هذه المسألة مع طبعا مع القاضي بين الإثبات وبين المثبت والمنفي والنافي، يقول: وأما الأحاديث التي رواها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي، فقد ذكر القاضي ذلك لما ذكر تلك الأحاديث، وأما ما احتج به من أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت رؤيته تلك الليلة فإنه لم يعتمد في ذلك إلا على الحديث الذي ذكر هذا كله في الكلام عليه، وهو الحديث الذي سنذكره إن شاء الله مما رواه الخلال عن أبي ثعلبة عن أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة، فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. قال: فوضع يده حتى وجدت، يقول فذكر كلمة ذهبت عني، قال صلى الله عليه وسلم: ثم قال فيما يختصم الملأ الأعلى، وذكر الخبر. يقول: قال القاضي: أعلم أن الكلام في هذا الخبر فيه فصول، ويأتي إن شاء الله الكلام والتفصيل في هذا الأمر. والحمد لله رب العالمين،
والعاقبة للمتقين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.